يلا طلابنا الأعزاء، وصلنا وياكم إلى الفصل الثامن. طلابنا نفس ما متفقين أنه جميع المحاضرات هذه هي مرشحات وزارية وملخصات بالنسبة لمادة الكيمياء. طلابنا الأعزاء لا تنسى مشاركتك للمحاضرات مع زملائك للفائدة العامة. الفصل الثامن، ما هي الصفات العامة للزمرة السادسة؟ طبعا خاف واحد من الطلاب يسأل المعادلات وينها، ان شاء الله راح ننزل كان محاضره. الرسومات وينها، ايضا راح ننزل اياها محاضره كامله. ما هي الصفات العامه للزمره السادسه؟ تتدرج خواصها بازدياد الاعداد الذريه، حيث يعد الاكسجين والكبريت والسيلينيوم من اللافلزات، بينما التلوزيوم تمتلك صفات اشبه بالفلزات، اما البولونيوم قلت صفات فلزيه. 2. تمتلك في غلافها الخارجي سنة الإلكترونات، الأمر الذي يدفعها لاكتساب إلكترونين للوصول إلى حالة الاستقرار. سؤال يقول، ما رمز الكبريت وما عدده الذري والكتلي؟ الرمز مالته أس، عدده الذري 16، العدد الكتلي 32. أين يوجد الكبريت؟ وجوده، يوجد الكبريت في الطبيعة بصورة عنصر حر في مناجم خاصة، كما في مناجم كبريت المشراق في الموصل، كما يوجد في المناطق البركانية مثل غاز الـ SO4 أو الـ HS، وكذلك على هيئة أملاح الكبريتات مع الفلزات، ومن أهمية كبريتات الصوديوم وكبريتات الكالسيوم، أو من أهمها كبريتات الصوديوم وكبريتات الكالسيوم. 3. يوجد على هيئة كبريتيدات فلزية مثل بايريت الحديد والنحاس، ويعرف بالجالو كوبابريت. 4. وكذلك على هيئة أملاح الكبريتات مع الفلزات، ومن أهمها كبريتات الصوديوم وكبريت الكالسيوم. سؤال يقول، كيف يحضر الكبريت مختبريا؟ يحضر مختبريا من أضافة حامض الهيدروكلوريك المركز إلى محلول ثيوكبريتات الصوديوم بدرجة حرارة C10، فيترسب الكبريت ويجمع بالترشيح. طبعا هنا سؤال وزاري مهم جدا طلابنا الأعزاء، طريقة فراش، اشرح طريقة فراش، أو ما هي طريقة فراش، أو كيفية استخدام أو استخراج الكبريت. الجواب، استخراج الكبريت، يستخرج الكبريت الموجود حرا على شكل ترسبات تحت سطح الأرض بطريقة فراش، وتتمثل هذه الطريقة، طبعا شرحها مهم وسهل، بصهر الكبريت وهو في باطن الأرض باستخدام معدات خاصة مكونة من 3 أنابيب داخل بعضها البعض ممتلئة محفورة مركزيا، يدفع بخار الماء المضغوط والمسخون إلى درجة 170 سيليزية في الأنبوب الخارجي اللي هو نصيحله رقم 1 إلى مكان تجمع الكبريت، ما يؤدي إلى انصهار الكبريت وهو داخل الأرض، والذي سيرفعه الهواء المضغوط الذي يضخ من الانبوب الداخلي باء او 2 الى سطح، طبعا الف هناك وهنا باء، الى اعلى، فيخرج الكبريت المصير من الانبوب جيم الوسطى مختلطا بعض فقاعات الهواء الى سطح الارض، وعند السطح يصب الكبريت المنصهر في احواض كبيره ويترك لكي يبرد ويتصلب. ان اغلب الكبريت المنتج بهذه الطريقه له درجه نقاوه تتراوح ما بين 99.9 ولا يحتاج الى اعاده تنقيه. طبعا مهمه هاي، السبب هسه ناخذه. ما هي خواص الفيزيائيه للكبريت؟ طبعا طريقه فراش جدا مهمه، دير بالك عليها، يجي عليها سؤال ممكن. مادة صلبة في درجة حرارة اعتيادية ذات لون أصفر، لا يذوب في الماء ولكن يذوب في بعض المذيبات، عديم الطعم وذو رائحة مميزة، اللا عضوية مثل CS2، وإذا تم تبخيره CS2 تدريجيا يترسب الكبريت على شكل بلورات ذات تركيب 8 شكل اللي هو S8، غير موصل للتيار الكهربائي، له صور متعددة في الطبيعة تتباين في صفاتها الفيزيائية. طبعا ما هي صور الكبريت؟ مهمة جدا، دائما يجي هذا السؤال. الكبريت البلوري، الكبريت المعيني، الكبريت الموشوري. طبعا البلوري وهو أكثرها شيوعا، أما المعيني وهي مادة بلورية صفراء ليمونية، اللون ثابت عند درجة حرارة الغرفة، وهي أكثر الصور استقرارا، ويوجد على شكل بلورات كبيرة في صفراء في المناطق البركانية.
أما الكبريت المشوري بلوراته تشبه المشور، لذلك سمي بهذا الاسم. خاف يجيك يقول لك لماذا سميت بالكبريت المشوري؟ لأن بلوراته تشبه المشور. جيد، سمي الكبريت المشوري بهذا الاسم وذلك لأن بلوراته تشبه المشور، قلناها. الكبريت غير البلوري أقل استقرارا من الكبريت البلوري ويتحول ببطء إلى بلوري، ومن أمثلته الكبريت المطاطي وال طبعا نان، والذي يمكن تحضيره من تسخين الكبريت الى 1500 سيليزي والصبت سائل الكبريت في الماء البارد الذي يحتوي على سلاسل حلزونية. سؤال، ايهما انشط صور الكبريت S6 ام S8 ولماذا؟ جواب، الصورة S8 انشط وذلك بسبب التوتر الشديد على حلقة الكبريت الثمانية. سؤال، ما هي خواص الكبريت الكيميائية؟ خواص الكيميائية للكبريت، يكون غير فعال في درجة حرارة اعتيادية ولكن عند تسخينه يصبح نشطا فيتحد مع عناصر اتحاد مباشرا. اولا، التفاعل مع اللافلزات يحترق الكبريت بسهولة في الهواء بلهب ازرق متحدا مع الاكسجين الجوي مع توليد كمية كبيرة من الحرارة. التفاعل مع الفرات او الفلزات، سوري، يتفاعل الكبريت مع الفلزات كالحديد والنحاس والزنك. ثالثا، التفاعل مع الحوامض المركزة والمؤكسدة، لا يتأثر الكبريت بالحوامض المخففة في حين يتأكسد بالأحماض المركزة القوية مثل حامض الكبريتيك الساخن محررا الكاسيد لا فلزية. علل، يدخل الكبريت في صناعة الثقاب البارود الأسود والألعاب النارية لسهولة اشتعاله. غاث ثاني أكسيد الكبريت اللي هو S طبعا O يتولد بشكل رئيسي من احتراق الكبريت بوجود الأكسجين، يتصاعد مع جراء النشاطات البركانية. ثالثا، من بعض العمليات الصناعية أثناء تعدين بعض العناصر واستخلاصها نتيجة لحرق المشتقات النفطية أو الفحم الحجري. طبعا، كيف يحضر غاز ثاني أكسيد الكبريت؟ يحضر مختبريا من إضافة حامض الكبريتيك المخفف إلى كبريتيد الصوديوم، ويجمع بإزاحة الهواء إلى الأعلى لكونه أقل من الهواء. يجمع غاز SO2 بإزاحة الهواء إلى الأعلى، سبب لكونه أثقل من الهواء. أي شيء طبعا يقول لك هيك يقول له هو أثقل. زين، ما خواص غاز ثاني أكسيد الكبريت؟ خواصه غاز عديم اللون ذو رائحة نفاذة قوية، أثقل من الهواء، يذوب قليلا في الماء مولدا محلولا لحامض الكبريتوز الضعيف. ايضا عندنا هنا سؤال يقول، عند وضع ورقة زهرة الشمس الزرقاء المبللة بالماء في قناني الجمع الثنائي اوكسيد الكبريت يتحول لونها الى الاحمر، شنو السبب؟ نتيجة تأثير حامض الكبريتوز المتولد عند ذابته في الماء كما في المعادلة، طبعا معادلة اعلى. زين، يقول كيف يحضر غاز ثاني اكسيد الكبريت صناعيا؟ شلون يتحضر؟ يحضر من حرق الكبريت في الهواء عن طريق ضخ الكبريت المصهور في ابراج حرق خاصه. ان هذا الغاز يحتوي على نسبه الشوائب. ما استعمالات غاز ثاني اكسيد الكبريت؟ يستعمل في قصر الالوان المواد العضويه كالورق والقش والحرير الصناعي والاسواف سويه كالورق والقش والحرير. يستخدم لأغراض التعقيم عن طريق حرق كميات من الكبريت داخل الأماكن المراد تعقيمها. يستعمل في حفظ الأغذية. يقول غاز كبريتيد الهيدروجين غاز عديم اللون ذو رائحة كريهة نفاذة كرائحة البيض الفاسد، طبعا مهمة جدا، يتكون في الطبيعة بثلاث طرق. ما هي؟ تحلل المواد العضوية، واحد، من المياه الجوفية المحتوية على المواد الكبريتية كما في حمام العليل في نينوى. ثالثا، من النشاط الحيوي للبكتيريا التي تستخدم الحديد والمغنيز كجزء من غذائها. يقول سؤال، أين يوجد كبريتيد الهيدروجين؟ وجوده يوجد في الغازات النفطية والطبيعية حيث يحتوي الغاز الطبيعي على 28% منه، الأمر الذي يسبب في تلوث الأماكن التي يتواجد فيها أو بها. كيفية تحضير كبريتيد الهيدروجين مختبريا؟ يحضر من تفاعل الحوامض المخففة مثل حامض الكبريتيك مع كبريتيدات الفلزات مثل كبريتيد الحديد. حامض الكبريتيك زيت الراج هو الاسم القديم لحامض الكبريتيك، سماه العالم
جابر بن حيان بهذا الاسم بسبب تحضيره من تسخين وتفطير الزاج الأخضر وهو من أوائل الحوامض. سؤال يقول: ما خواص حامض الكبريتيك؟ خواص سائل عديم اللون، زيتي القوام، ذي كثافة عالية اللي هي طبعا 1.84 غرام، لا رائحة له عندما يكون ثقبا، وهو حامضا أو حامض معدني قوي يذوب في الماء بجميع التراكيز ومحاليله موصلة للتيار الكهربائي. طبعا هنا يقول: ما تحضير حامض الكبريتيك صناعيا؟ يحضر حامض الكبريتيك بطريقة التلامس، والتي يمكن تلخيصها بتفاعل الكبريت مع الأكسجين، وعند إدخال SO2 إلى برج التلامس الذي يحتوي على عامل مساعد للحصول على ثلاثي أكسيد الكبريت، يتم بعدها إذابة SO2 في الماء للحصول على الحامض. سؤال يقول: حامض الكبريتيك عامل مجفف، يمتلك حامض الكبريتيك ميلا شديدا لانتزاع الماء من المركبات العضوية، ونلاحظ ذلك عند غمر مقدار ملعقة من سكر القصب في وعاء بحامض الكبريتيك المركز، تلاحظ بروز مادة كربونية سوداء من الوعاء نتيجة تفحم السكر. سؤال يقول: كيف يمكن الكشف عن أيون الكبريتيك؟ يمكن الكشف عنه في محاليلها طبعا المائية بإضافة محلول يحتوي على أيونات الباريوم مثل كلوريد الباريوم إليها، حيث سيتكون راسب من كبريتات الباريوم البيضاء. طلابنا الأعزاء، لهنا انتهت محاضرتنا. طبعا أتمنى من الله سبحانه وتعالى توفقني بإيصال المعلومة لكم. طلابنا، لا تنسون الدعاء لجميع المرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.